صباح الخير مشاهدينا اينما كنتم، مرحبا بكم في فقرة عالم النباتات. سنتعرف اليوم على الزراعة العضوية ومعايير الزراعة العضوية وكيف نحول مزارعنا إلى مزارع عضوية. بداية تعريفنا للزراعة العضوية، الزراعة العضوية مثل ما هو متعارف عليه أنه ما نستخدم فيها الكيماويات المصنعة، ما نستخدم فيها المضادات الحيوية للإنتاج الحيواني، بالإضافة أن الزراعة العضوية تتبع معايير دولية ومحلية، وهاي المعايير فيها نظام تتبع من الإنتاج إلى الاستهلاك. من الأشياء الفنية في عالم الزراعة العضوية وأهمها هي دورة الزراعة العضوية. دورة الزراعة العضوية هي الدورة اللي تقسم المزرعة إلى أكثر من قسمين، ويوجد أحد هذه الأقسام اللي هي البقوليات. البقوليات من المحاصيل الزراعية التي تساعد على خصوبة التربة، وذلك بامتصاص النيتروجين من الجو إلى التربة، وهذا يساعد على تقليل الآفات الزراعية في التربة. في نظام الزراعة العضوية كما ذكرنا سابقاً أنه نظام تتبع. ماذا يعني نظام التتبع؟ نظام التتبع بأن المنشأة أو المزرعة يجب أن تحصل على الشهادة العضوية. كيف تحصل المنشأة على الشهادة العضوية؟ هذا نظام عالمي ومطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة. يجب على المستثمر التواصل مع شركة التفتيش المعتمدة في الدولة وتقديم الطلب للحصول على الشهادة العضوية، وبعد تقديم المستندات المطلوبة للشهادة العضوية يتم التفتيش على المزرعة وعلى جميع المدخلات التي يتم استخدامها للإنتاج، وبعد تدقيق على جميع المعايير الإنتاج يتم الحصول على الشهادة العضوية. ونحن الآن كما ترون في مزرعة الخضراء العضوية الحاصلة على الشهادة العضوية الإماراتية في إمارة الشارقة، وكما ترون الآن هنا توجد الكثير من المحاصيل العضوية التي يمكن أن تجدونها في الأسواق. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا. نلقاكم في فقراتنا القادمة، إلى اللقاء.